اسعد لوجودي مع حضراتكم محدثكم محمد سباعي للتعليق. سقطها خطره، جول! يا سلام يا ولد، كاني شايفها. حلوه حلوه حلوه. تاني تتلعب، خطيره خطيره خطيره. اوه اوه، جول! هدف البطوله، قلب الاهلي النابض. بابا كان حد يعني بشوفه انه حد اللي عنده الاصول والاخلاق القديمه اللي مش موجوده حاليا، اللي بنقول عليها عند جدودنا والناس الكبار. كان بشوش، كان خدوم، كان بيسامح، كان بينسى، عارف كويس ازاي يحافظ على حقه بس بالادب وبالاخلاق وبالطريق المستقيم. عمره ما كان بيحب يمشي في الطرق الملتوية. اب حنين جدا، اب محافظ على كل تفصيله صغيره عن ولاده من اكبرهم لاصغرهم. اخ جميل قوي، اخ موجود في حياه كل اخواته، ابن بار بامه وابوه. بابا قدوه، يعني قدوه يتخذ بيها كف الشغل، كف حياته، كف الخير، في كل حاجه. هو كان قدوه بما تعني الكلمه. اتعلمت منه كتير وهو عايش، وبعد ما مات كمية الحاجات اللي اتعلمتها منه وبعد ما مات ممكن تكون أكتر من قبلها، لأن في حاجات ما كنتش فاهمها وأنا صغير، كبرت شوية ابتديت أفهمها، حاجات الناس بتقولها لي عليه. فلأ، بابا كان قدوة يعني. إحنا أكتر حاجة بابا كان بيحبها، كان بيحبنا قوي وكان بيحب إخواتي البنات قوي. كان بيحب العمل الصالح اللي في الدرع، اللي هو يعمل حاجة يخدم حد أو يساعد حد والناس ما تعرفش، يعني نلاقيه مش عارفة راح عزة في أسيوط وما يقولش. يعني هو مش من الناس اللي تساعد أو تعمل واجب أو عمل خير أو كده وتقول لا، كان بيسعى في عمل الخير بشكل لا تتخيله يعني. في البداية احنا كنا في طنطا في قناة الستة، ماشي، دي خبطة البداية خالص. بعدين مرورا بدريم مع كابتن شوبير، وبعدين أوربت كان بيحلل دوري، مش فاكرة الفرنسي، مش فاكرة كانت أوربت ساعتها واخدة، بس كانت واخدة دوري أوروبيا. بعدين WDS وادي دجلة فتحت قناة فترة. بعدين راح دبي سبورتس. الأول كان رايح على الأولمبيكس، أولمبيات لندن 2012، ده كان العقد في الأول. بعدين من كتر ما بابا أبهرهم يعني قالوا له احنا عايزينك معانا في البونز ليجا بس. وبعدين رجع من دبي. بابا على فكرة رجوع من دبي كان بسبب تعب، يعني بابا دخل المستشفى، سافر ساب قدم استقالته على طول، يعني ما استحملش ان هو تخيل ان انا اتعب لوحدي في غربة من غير ولادي ومن غير اهلي، فنزل من دبي. عايز اقولك في كده يعني، دي حاجة كمان. كان بابا ما كانش بيحب الغربة وكان متعلق بمصر جدا 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 يعني. وبعدها جه النهار رياضة، بعدين الحياة، رجع الحياة تاني، وبعدين DMC، وبعدين بيراميدز الفتره اللي فتحت فيها. بس اكتر حاجه يعني علمت مع الناس اظن DMC، عشان ودبي سبورتس للناس اللي كانت متابعه بره يعني، لان وطبعا بدايته في دريم، بس DMC بالذات عشان كان فيها بابا كان متنوع قوي، كان يعني بيعمل حاجات كتير فكانت لطيفه. اسعد لوجودي مع حضراتكم محدثكم محمد سباعي للتعليق. سقطها خطيره، جول! يا سلام يا ولد، كاني شايفها. خطيره خطيره خطيره. اوه اوه، جول! هدف البطوله، قلب الاهلي النابض. الكابتن كان انتمائه زملكاوي زي ما الكل عارف، بس حقيقي انا الموضوع ده يعني كويس انك انت تطرقت لي، عشان انا بشوف انه هو ده الاعلام، انك انت لما تطلع على المنبر بتاعك تطلع انت بتنهي كل حاجه انت فيها. انت دلوقتي بني ادم بيأدي دوره، عنده رساله طالع يأديها، مالكش دعوه باي حاجه، انت بتفصل نفسك عن كل حاجه، عندك الحق وعندك الصح وبتقول كلمه حق قدام ربنا ايا كانت هي ايه وفي صف مين. بس طبعا ده كلام يعني أمثال بابا، بس ناس كتير والله محترمة، بس
بيعملوه يعني. لكن هو زملكاويته دي انا ما كنتش يعني ما كنتش بشوف ابدا ان هو بيرى انه الصح ان هو يطلع يزورها، بالعكس هو كان مهتم جدا ان هو يحافظ انها تفضل مخفية، عشان هو ما بيطلعش، هو مش عايز يزورها، هو مش عايز ان هو ده مش هدفه يعني. بابا ما كانش بيحب يبين خالص على الشاشة ان هو زملكاوي او كده، حتى في ماتشات الاهلي كان ساعات ممكن يجي على الزمالك شوية عشان الناس ما تفتكرش انه زملكاوي، وبرضه يعني كان في ماتشات فعلا بيضطر لما بيبقى غصب عنه ان هو بيبين انتمائه شويه، بس مش لدرجه ان اي حد يلاحظ، فاهم؟ وكان فعلا هو اللي كانوا يعرفوا انتمائه اللي هو الدايره القريبه، العيله، حتى في ناس صحابه من الميديا ما كانوش يعرفوا ده، يعني الناس فعلا قليله جدا. هو ما كانش يحب حد. هنشجع مين؟ زمالك حبيب الملايين. ونقول زمالك دايما على طول. زمالك اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، انت سيد زمالك. وانا صغير كابتن بتاعي وفي وادي دجلة بيقول لي بابا ما جاش معاك ليه النهاردة؟ قلت له ده في حفلة رعاية يورك للزمالك وكده. قال لي بس بابا مش زملكاوي. قلت له لا زملكاوي. قال لي بقى فروحت قلت لبابا تصدق الكابتن ما كانش عارف انك زملكاوي، انتوا تعرفوا بعض من فترة وكده. قال لي انت قلت له؟ فقلت له اه. انا بقى كنت لسه صغير، فبقى يعني حصل مشكلة يومها، فكانت مشكله في البيت يوم ان انا قلت له. زعق لي وقال لي انا ما بحبش حد يعرف، و يعني انا حسيت ان انا عملت جريمه في حقه، فاهمني؟ كان موضوع كبير يعني بالنسبه لي. انا كنت نايمه ولقيت رقمه بيرن عليا كتير، فبرد ايوه يا بابا في ايه يا بابا نايمه. قال لي ايوه انا مش بابا، بابا رايح المستشفى دلوقتي عشان عامل حادثه. حادثه مين؟ بابا فين؟ بابا ممكن تديني بابا؟ طيب هو بابا اصلا كان ميت وهو رايح المستشفى، فانا عماله بتصور كده اللي هو لا بص يعني اليوم بتفاصيله من بدايته انا ما استوعبتهاش الا قريب، يعني انا لسه مستوعبه قريب يعني ايه بابا ما بقاش موجود. فجاه هو كان نازل رايح فرح، كنت انا هروح معاه الفرح ده ما روحتش لاخر لحظه وما جاش. بس الاسعاف لما وصل اصلا كان متوفي. رحت المستشفى، الناس استقبلونا، انتوا مؤمنين، عارف الجملات السينمائيه اللي الناس بتقولها قبل اي مين؟ فين ابويا؟ انا عايزه اخش اشوف ابويا، بس انا ما كانش فارق معايا اي حاجه ساعتها غير لان هم كلهم ما كانوش بيقولوا حاجه صح. انا ما كنتش مقتنعه ان ابويا مات، انا عايزه اخش اشوف ابويا، فين ابويا؟ بس موقف كان غريب قوي وفضلت مش مستوعبه كتير. يعني انا كنت في موقف وما استوعبتوش، انا ما كنتش فاهمه ايه اللي حاصل يعني. هي كانت صدمه طبعا، يعني ما فيش كلام يوصف الموضوع. بس كنت يومها عند واحد صاحبي، كنا قاعدين مع بعض وبابا كلمني قال لي روح واخواتك ومامتك خد بالك منهم وانت راجلهم ومش عارف ايه، وكلم صاحبي حتى وسلم عليه. يا دوب روحت نمت ما فيش 10 دقايق لقيتهم بيتصلوا بينا بالمستشفى، بابا عمل حادثة وفي العناية المركزة. طيب انتوا فين؟ رحنا فجأة توفى. صدمة بقى يعني. انا فضلت في حالة شوك كده لحد تاني يوم الساعة 9 ولا حاجة، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ومش فاهم ايه اللي هيحصل بعد كده، في حالة مش طبيعية يعني. اقول له السنه دي بالذات كانت صعبه قوي من غيرك، ابتديت احس فعلا قد ايه الحياه صعبه، وحياه كانت فعلا السنه دي كانت صعبه جدا. هو كان كل حاجه بالنسبه لي طبعا، ظهر وسند وحياه
وحماية من أي حاجة، وأي حاجة هتحتاجها تلاقيه جنبك. كنت محتاجه بجد. بدعي ربنا أن يكون الابنة البارة الصالحة بيك، وأنك تكون فرحان بينا أنا وإخواتي. ربنا يجمعنا بيك في الجنة.